نرحب بحضراتكم مرة تانية. من أهم الأماكن اللي بيكون عليها إقبال كبير في الأجازات وخاصة أيام الأعياد هي منطقة الهرم الأثرية، لأنه بيكون فيها أجواء العيد مختلفة وبتكون فسحة لطيفة جدا للأطفال كمان الكبار. خلينا نروح لزميلنا كريم بيبرس هنتابع معاه أجواء الاحتفال بالعيد من الأهرامات. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الخير يا جمانة، صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير على كل المصريين، كل سنة وإحنا كلنا طيبين وبخير، عيد سعيد إن شاء الله. فعلا يمكن الهرم من الأماكن المهمة جدا جدا اللي بتكون وجهة المصريين في العيد. أكيد الحدائق والمتنزهات ليها دور، ولكن الهرم كمان هو جانب ترفيهي وجانب ثقافي بيهم جزء كبير جدا من المصريين، سواء كانوا العائلات اللي شفناهم الصبح وهم داخلين الأهرامات في إقبال كبير جدا من العائلات وأولادهم، سواء الشباب اللي جم هم وأصدقائهم عشان يزوروا الأهرامات. يمكن الأهرامات دايما معروفة بالثلاث أهرامات الكبرى وأبو الهول، من الأماكن المهمة جدا اللي المصريين بيجوها. كمان زيارة الهرم من داخل الهرم بتكون فسحة مهمة جدا جدا، وزي ما بقولت هي السياحة ترفيهية وثقافية، كمان جزء مهم جدا من السياحة الترفيهية هو ممكن المصري ان هو يجي يركب الجمل هو والعيلة، يركبوا الحصينة يقدروا يلفوا بيها، يتفرجوا على المعالم اللي موجودة. أكيد تفاصيل كتير جدا ممكن نعرفها كمان دلوقتي من ضيفي على الهواء الأستاذ محمود عبد العليم، وهو مفتش هنا في منطقة الهرم. بصبح على حضرتك، كل سنة طيب وبخير. صباح الخير، وصباح الخير للجمهور، وكل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد على الأمة العربية كلها جميعا بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. عايزين يا فندم نتكلم عن إقبال المصريين في العيد، بيبقى الإقبال أشد وأكتر من الطبيعي، وكمان مقارنة بالأيام الطبيعية السياح هنا أكبر هم. احنا حاليا في موسم الاعياد دايما بيبقى اقبال منقطع النظير، يعني في المنطقه حاليا بيدخلها اعداد كبيره تتراوح ما بين 20,000 ل 30,000، بالاضافه لجميع الاجازات، جميع الاجازات اللي موجوده اللي المصريين بياخدوها تلاقي دايما في تواجد للمصريين هنا في منطقه اثار الهرم بالذات. عدد الاجانب، احنا حاليا في نهايه الموسم بتاع الاجانب بصفه عامه، الموسم بيبتدي من شهر 9 بينتهي في شهر 3، بس في برضه بعض تواجد لبعض الاجانب الموجودين من جهات مختلفه من العالم، من شرق اسيا تحديدا، يعني في اعداد كبيره موجوده منهم حاليا، بالاضافه الى وجود المصريين. المصريين من اجازات نص السنه ونصف العام طبعا اعداد منقطعه النظير، الاعياد اول يوم وثاني يوم وثالث يوم برضه بتبقى اعداد متواجده بصفه مستمره. يا فندم حضرتك كنت بتكلمني على ان الاعداد وصلت تقريبا 20,000 و30,000 يوميا من المصريين الموجودين هنا. الناس بتيجي تزور الهرم عارفين الثلاث اهرامات، ثلاث اهرامات بس، ايه تاني ممكن يشوفوه هنا ويتفرجوا عليه؟ في عندنا هنا اداره اسمها اداره الوعي الاثري بقائمه مجموعه من المفتشين، بالاضافه لان احنا بنعمل غرفه عمليات كبرى فتره الاعياد والمواسم، دورها ان هي تساعد المواطن المصري على فهم حضاره بلده، بتساعده على شرح المكان، سواء اجانب برضو او مصريين. في بعض الاجانب اللي جايه من غير مرشد فبتطلب حد يديها بعض المعلومات عن المكان، وكله مجانا طبعا، بالاضافه برضو الى المصريين الاسر. في بعض الاسر جايه من محافظات اول مره تزور الهرم، بالنسبه لها المكان ده تاريخي، مكان تراث عالمي، نفسه يشوفه، نفسه يتعرف على المكان. اما لو دخل، في بعض الناس بتدخل تزور منطقه الهرم وتخرج منها ما تبقاش عارفه فين الهرم الكبير، فين الهرم الثاني، ايه اللي جوه الهرم، ازاي الهندسه المعماريه بتاعته. دور مفتش الاثار ان هو يساعد المواطن على فهم المكان، كان الحجر هو اللي بيتكلم، بيفهمه ايه هو المكان، ازاي اتبنى، طريقه البناء، مين صاحب الهرم، كل الحاجات ديت المفتش الاثار بيقوم عليها. طيب حضرتك كنت بتكلمني من شويه كمان ان هم مش ثلاث اهرامات بس، ممكن ندي معلومه اكتر عن اسمهم قد ايه، وايه اخر التطورات اللي حصلت تشد الناس اكتر انها تيجي؟ احنا مصر جميع، مصر بالكامل يتراوح عدد الاهرامات اللي موجود فيها حوالي 124 هرم. هنا منطقه الاهرامات فيها 9 اهرامات، هرم خوفو وخفرع ومنكورع. الهرم الاكبر طبعا هو هرم خوفو، وهرم خفرع هو الهرم الاوسط، والهرم الثالث هو هرم منكورع، ده الهرم الصغير. في 3 اهرامات صغيرين كمان شرق الهرم الكبير، وفي 3 اهرامات صغيرين جنوب الهرم الثالث، جنوب هرم منكورع. يعني كده عدد الاهرامات اللي موجودين عندنا في المنطقه 9 اهرامات. المصري بيجي بيفكر ان هم خوفو خفرع ومنكورع، لا، في 3 اهرامات، في عندنا ابار، في مقابر لكبار رجال الدوله، في عندنا طبعا تمثال ابو الهول حارس الجبانه، دي محتويات المقبره، بالاضافه برضو الى مقابر العمال اللي موجوده هنا في المنطقه. طيب حضرتك كنت بتكلمني كمان على فكره التطورات الاخيره اللي حصلت هنا او الجاري العمل عليها عشان يتم افتتاحها قريبا، ايه اخر التطورات وازاي هتبقى اسهل للناس، وايه الحاجات الصديقه للبيئه اللي كنت بتكلمني عليها كمان؟
وزاره الاثار، وبنخص بالذكر منطقه اثار الهرم، بتسعى دايما الى ان الزائر اسعاد الزائر. ايه طريقه اسعاد الزائر؟ بنشوف ايه هي الحاجات اللي بتضايق الزائر وبنحاول ان احنا نتجنبها. يعني عندنا مثلا كميه دخول عربيات كتير قوي بتدخل المنطقه طبعا غير صديقه للبيئه، فبنحاول ان احنا نحل المشكله ديت. ففي مشروع كبير اسمه مشروع التطوير، حاليا بنعكف على ان احنا افتتاح قريبا باذن الله، ان احنا نخلي كل العربيات تركن بره، وان في اتوبيسات كتير هتبقى صديقه للبيئه، تعمل بالطاقه الكهربائيه ديت. الزائر اول ما يدخل المنطقه هيركب الاتوبيس، في 5 محطات هيلف بيهم في المنطقه، وبعد كده يرجع لمكان العربيه بتاعته، بحيث ان عوادم السيارات ما تاثرش على الاهرامات. دي بالاضافه، هذا بالإضافة لعملنا حمامات موجودة منتشرة هنا في المنطقة، كافيتريات برضو بنسعى لأن احنا في كذا كافيتريا، وفي افتتاح قريبا كافيتريا بإذن الله. طيب أخيرا يا فندم، عايزين نتكلم كمان عن أسعار التذاكر بالنسبة للمصريين، للأسر، للطلاب، للشباب الصغيرين، بيبقى أسعارها عاملة إيه؟ الأسعار دايما في متناول الجميع، لأن عارفين طبعا المصريين بيحبوا يزوروا الهرم كتير، فالأسعار بالنسبة لهم كويسة، وفي أسعار خاصة دايما للطلبة بصفة عامة يعني. وطبعا ذوي الهمم بيدخلوا مجانا بدون أي فلوس خالص عشان يتعرفوا على حضارة بلدهم. شكرا جزيلا استاذ محمود عبد العليم على المعلومات الجميله دي. وزي ما شفنا مع بعض، يمكن المصريين دايما دي وجهه اساسيه كمان زي كنت بتقولي يا جمانة للهرم، عشان يتفرجوا على الهرم الكبير خوفو او خفرع الوسط او حتى بنكورع وهو الهرم الاصغر، ولكن كمان يقدر يخش جوه الهرم ويتفرج على بناء الهرم وعظمه القدماء المصريين في البناء. ولكن كمان خلي الناس دايما تعرف انه مش هم 3 اهرامات بس الموجودين هنا، هو 9 اهرامات في منطقه الاهرامات هنا موجوده، بجانب طبعا مقابر العمال، بجانب طبعا تمثال الأهم وهو تمثال أبو الهول. يمكن دي نقطة مهمة، وكمان نقطة التطوير الخاصة به الأهرامات لاستقبال المواطنين المصريين، وكمان أسعار التذاكر اللي متعارف عليها. يمكن دايما بنتكلم على أن هي أو آخر فترة كانت بـ40 جنيه للمواطن المصري للفرد البالغ، ولكن الطلاب ليهم خصم 50% وذوي الهمم بدون مقابل خالص. ودي نظرة سريعة لاحتفالات المصريين ووجودهم داخل منطقة الأهرامات. والآن عودة ليكم مرة تانية. بنشكرك طبعا يا كريم، شكرا جزيلا، ولضيفك كمان على كل هذه التفاصيل. واضح من خلال الشاشة كمان ومن خلال صورة توافد كتير من السياح لمشاهدة الأهرامات، في إقبال كبير جدا، ومعروف طبعا إحنا بندور على أماكن نتفسح فيها في العيد، وده الهرم من الوجهات اللي دايما المصريين بياخدوا أولادهم ويروحوا يتفسحوا فيها في العيد.